بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله عشرة كتب في تصفرة في الأولمبيا. إن شاء الله نبيع كري أربعة هي خمسة فترة وثنين فور وعشرة كتب في ختم كها سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من آخر نبي الشيخ صالح شسلو بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على رسولك سيدنا محمد صلاة تليق بجنابه العظيم وقدره الرفيع، وعلى أهله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ودروسني إن شاء الله مسلسل كهاي قصص الأنبياء، ودرسي قد أنبياء صدحي الواترات. درسي قلنا أما كلمة دينا ما أنت إن شاء الله تعالى وإنا نحكسه قادنا سيرة النبي قلنا صلى الله عليه وسلم. أنبيادة وحا أقدم بيي أو إلهي رسوشة كوخة كمي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. رسول كان عليه الصلاة والسلام وحا إلهي كدقي سبحانه وتعالى خاتم النبيين، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نبي الله محمد مؤسن هان أحد أدنك إذن كم إذا أعباء مأها، ولكن رسول الله ورسولك إلهي وخاتم النبيين. نبي ياشا أيام لغوخة تميبا إلهي سبحانه وتعالى نبي قدم بأيو والله صدر يا مجر رسولك نوحي عليه الصلاة والسلام: أنا العاقب فلا نبي بعدي. أنو أنبياء ذكي أدن بأيي بانهي رسوش أدن بأيي بانهي نبي إقدم به يا مجر أي أيوة نبي عليه الصلاة والسلام. رسالة دي سا إلهي كو ختمي خصوصي كتابك إلهي وكسو الدجيين وحوكا دقي مثل شرائع دي كهو الرئيسي أردن نسخ دي كتاب نسخي أي إلهي كدقي كتاب قدم به يا أما شرعي قدم به يا أو نسخ أيانا مجره. رسولك صلى الله عليه وسلم وحو دشي مركي كسو وريكتي دلشدي نبي الله عيسى لح بقل يتدوات سنة ولح قرني أو وحي يردمن عفوا شم بقل يتدوات سنة مركي أهيد أو أي كسو وريكتي دلشدي نبي الله عيسى شم بقول يتدوات سنة واللي حقرني أو وحي يردمن أيو نبي قد الشي صلى الله عليه وسلم. سنة كاو نبي قد الشي عند العرب وحلو يقن عام الفيل، عام الفيل أيال الأورنجري. وسنة كي نينكي أبرهال الأورنجري وكسو دولي كعبادة أو إنو دمية ودوني إلهي بها هلاقي سبحانه وتعالى مركو حرم كدوشي سويمت ماشا اللي واد المحصر أيا لغو هلاقي سيدا إلهي ونوغق صوبي في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة دا كامل إلهي وحو أغاق صوبي أبرهان كي لأورنجري يعيدا كي سيدونا يأني كعبد الدميان أصحاب فيل بلغو مقعبا يعني وحا يكود دوليين يهوب كي أي وتين يقاديد كي أي وتين با وحا كمدها مرودي وين أيا كمدها تاس الله هم قعدري أصحاب فيل مرودي لقوء صاحبكها. سنة كاس اللي عام الفيل
ايو الرسول كل شيء عليه الصلاة والسلام وطنبت يعني تصنبت وحي هيد بالإرادة وحيالها إرهاسات كأو أو نبي عليه الصلاة والسلام دل شديسي لو جوجل دي أي كم ده هيد وحي الله رسول كأوسي عليه الصلاة والسلام انت رسول كالله قد جن هرتاد حيالها عجائب ترى لو أركي وحال أورنجر إرهاسات بعد الرسالة وحي عجائبتها هاي اللي سيئة لغو أيدينا ومعجزات كي أيها هاي مركز سنة كعام الفيل ليلة دا ينبغ رشي عليه الصلاة والسلام نبغ عليه الصلاة والسلام نسب كيس شريف كا ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان فالعرب كلهم من ولد اسماعيل ونبي عليه الصلاة والسلام وحوا تركي سوغلا اسماعيل ابن ابراهيم ايو قلع كأولاد عربت ويدلنا يعني أولاد اسماعيل ما لذا يعني لذا عربت وي إلى الله باتنك أيا نسب كي سقصو أروري نسك إلى عدنان لجارسية وي رسولك عليه الصلاة والسلام أن إلهي با فضلي أو مخلوق أو دنك فضلي نسب كي سئي آبادي سنو وحي هايين كو ودتك أو خير كبدن حي النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري حديثك إمام البخاري وورنا إيه بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه وحال لي قصو صاري بني آدم كأولاد آدم قرون توضا قرن جي أغو خير كبدنا قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه مركا النبي عليه الصلاة والسلام وحصوم مريي وآبادي صورنا يهايين dad yani ahlu tawxiid oo wanaagsan oo wada anbiyaadi iyo dad war wanaagsan ayay ahaayeen yani aslab wanaagsan iyo yani arham zakiya ayuu nabigu soo maray ila aabahi iyo hooyadii ay ka dhaleen abdullah ibn abd mudalib iyo amina bint wahab ila ay ka dhaleen nabiga kaleehi salaatu wasalaam aabadiisi iyo ajdaadiisu waxay ahaayeen dad wanaagsan oo dadka ugu khayr badan bay ahaayeen. Wuxuu ku rasuulku calayhi salaatu wasalaam yiri in allaha asdafa kinaanata min waladi ismaaciil ilaahay wuxuu doortay ree bani kinaana nimanka la yidhaahdo owlaadu ismaaciil baa ilaahay ka doortay wasdafa qureeshan min kinaana kinaanana ilaahay wuxuu ka doortay quraash buu ka doortay wasdafa min qureeshin bani haashim قريشنا إلهي وحوك دورتي بني هاشم واصدفاني من بني هاشم أنيقنا إلهي وحو إذا دورتي بني هاشم با إلهي إذا دورتي با نبي عليه الصلاة والسلام فكان نبي وحوها خيار من خيار من خيار بو نبي وها إذا دورتي داد خير بدن لغا دورتي كواسو كوا خير بدن لغا دورتي أيوها نبي عليه الصلاة والسلام حديث كإمام مسلم أيا صحيح سكو ورني نبي عليه الصلاة والسلام مركو أفرطا سنجاري إلهي وحو كدغي رسول با إلهي كدغي نبي عليه الصلاة والسلام تضحية طبان سنة أيو نبي مكة جوغي مكو قرد شيء نبي عليه الصلاة والسلام ولد بمكة وبعث فيها مكة أيا نبي لغسو ساري الرسول لو كدغي صدح إيه طبال سنة أيو نبي مكة جوغي بعد أنه كهجر دي ومدينة أيو إهجر دي مدينة طبال سنة أيو نبي جوغي عليه الصلاة والسلام ساقو أفرطا سنجرو يا إلهي الرسول كدغي لحدا إيه صدح سنة نبي كل انت عليه الصلاة والسلام صدح إيه طبال سنة ومكة جوغي إيه طبال سنة ومدينة جوغي يو نبي عليه الصلاة والسلام يو وحيغو ويعني كسو دقايي ودينتو اي سعوتي
oo qur-aanku degayay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam awlaaddiisii uu dhalay waxay ahaayeen 7, 3 wiilal bay ahaayeen, 4 gabdho ayay ahaayeen. 3 wiil ba yaraantii ayay ku dhinteen: Qaasim iyo Cabdullaahi iyo Ibraahim. 3 bay ahaayeen wiilashu, ayagoo yar yara ayay dhinteen 3duba, yaraantii bay ku dhinteen. Gabdhihiisu nabiga calayhi salaatu wasalaam 4 bay ahaayeen: Zaynabo, Faadimatu Zahra, Fuqaya, Ummu Kulsuum. Gabdhuhuna 4taasay ahaayeen. 4tuba way weynaadeen oo waa la guursaday. Zaynabo ayaa u weyneyd gabdhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam. Abulcaas ibnu Rabiic, nin la yidhaahdo, ayaa guursaday. Waxay u dhashay gabadhii Umayma la oran jiray. Umayma oo nabigu markuu salaada tukanayo uu xumbaari jiray, intuu xumbaaro oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka tujinayo, markuu sujuudayana dhulka uu dhigayay, waa gabadha Zaynabo ayaa dhashay. Waxay dhimatay yacni bacda alhijra, Madiinay ku dhimatay gabadha Zaynabo. Gabadhaas ayay ka tageen oo Umayma la yidhaahdo, bintu Abilcaas, Abilcaas ibnu Rabiic ayaa la oran jiray. Zaynabo ayay ilma habreed bay ahaayeen, oo habaryarteed ayaa dhashay, ilma habreed bay ahaayeen. Gabadha markii ay hooyadeed dhimatay, Faadima bintu Rasuulillah ayay kala dardaarantay. Faadima ayay la joogi jirtay oo la noolayd habaryarteed. Markay dhimatayna, Sidcali ayay u dardaarantay inuu guursado. Sidcali ayaa guursaday markaa gabadha ay habaryarta u ahayd ee Umayma la oran jiray. Faadima bintu Rasuulillah, zawjatu Cali ibnu Abi Taalib. Sidcali ayuu nabigu ku daray calayhi salaatu wasalaam iyadoo 15 sano jirto, Sidcalina uu 21 jir yahay, ayuu nabigu ku daray calayhi salaatu wasalaam. Xasan iyo Xuseen ayay dhashay oo duriyadii nabiga ama aalu beytkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee loo nisbeeya ahaa, waa awlaadii ay dhaleen Faadima bintu Rasuulillah iyo Cali ibnu Abi Taalib. Ilmaha kale ee gabdhaha kale awlaadda ay dhaleen laguma tilmaamo yacni aalu beytka xusa hadda ee la yaqaano ee nabiga duriyadiisi inay yihiin ah, yacni awlaadda kale ma aha. Waa Sidcali iyo Faadumo ilmihii ay dhaleen wey. Ruqaya iyo Ummu Kulsuum, Sid Cusmaan baa labaduba guursaday, iskaga dambeeyeen. Ruqaya ayuu marka hore guursaday Sid Cusmaan qabay, way ka dhimatay sanadii 2aad oo hijrada, dagaalkii Beder, markii uu rasuulku ku maqnaa calayhi salaatu wasalaam ayay dhimatay. Ummu Kulsuum buu ku daray markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam Sid Cusmaan. Di Nuurayn baa la yidhaahdaa. Manqabada iyo darajadaas, laba gabdhood oo nabi uu dhalay nin guursaday waxaa jira. Sid Cusmaan baa guursaday manqabada, Ilaahay baa ku fadilay iyo fadiladaa Sid Cusmaan Di Nuurayn. Marka labadaana Sid Cusmaan bay isaga dambeeyeen. Awlaadda nabiga calayhi salaatu wasalaam 7daasay ahaayeen. Ibraahim mooyaane 6da kaleba waxaa dhashay Khadiija bintu Khuwaylid ayaa dhashay, Ummu lmu'miniin Khadiijatu lkubra. Marka Ibraahim Maariyatu lqibdiya dhashay, gabadha la yidhaahdo Suriyad bay ahayd, Maariyatu lqibdiya ayaa dhashay. Awlaaddu nabigu 7daasay ahaayeen. Nabiga calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisu waxay ahaayeen 11 bay ahaayeen: Khadiija, Caaisha, Xafsa, Ummu Xabiiba, Ummu Salama, Sawda, Zaynaba, Maymuuna, Zaynaba, Juwayriya, Safiya. 11 bay ahaayeen. Khadiija bintu Khuwaylid ayaa zawjaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam u horreysay, iyadaana ugu weynayd. Oo nabigu intaan rasuulka laga dhigin isagoo 25 sano jiro ayuu Khadiija bintu Khuwaylid guursaday, Khadiijatu lkubra, Ummu lmu'miniin.
ايادنا مركا عمرقيد وافرتن سنة ايو اها وحي دي متي سنة دي تدوبات سنة دي تبناد او بعصدها بعصدها مركي النبي عليه يعني سنة دي تبنكا هاي النبوة مركي رسول كان لقد جاي ايه دي متي خديجة بنت خويلد هي ازير كيسو ابي دالبا لابد وسند كاسي بنتين وسند كان لغو مقام عام بالحزن ولابد قف النبي عليه الصلاة والسلام دفاعي جري وقرب تاقنا أي لابد وسند قادم تي وسند طبنات وبعصادة يا من نبوضة مركا خديجة بنت خويلد قبر خير بدن بيا هيد نبي عليه الصلاة والسلام أدب أجعل انت هو أيضا قبينا حاس كلمه سجور سنين النبي عليه الصلاة والسلام وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام سيدة مسلم يا بخاري وإي ورن أيان خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد خير نسائها نساء زمانها زمن كذا هو إنك مدة أخير بنت مريم بنت عمران وي نبي عيسى هو يدي وخير نسائها خديجة بنت خويلد وقت كان دمبانا زمن كذي خديجة أيا أخير بنايد هو غفر لبنايد وي خديجة مركي دمتي وحو قرسدي نبي عليه الصلاة والسلام سودة بنت الزعمة أيو قرسدي وحي يركدي من وحو قرسدي عائشة بنت أبي بكر أيضا يرو الحجرة أيا لغو نكاحي مركو نبي مدينة وحجرة دي كدبنا أيضا سغال جرة أيو نبي أروسي سيدة دي توجر أيضا أنا أقول لنتي نبي عليه الصلاة والسلام وسغال سنة أيا نبي ودنو لاين gabar ayadoo yaraantii yaani bikra oo hooyar uu guursaday Aaysha un baa jirtay dumar ka kale fayibaad bay ahaayeen ama garoob bay ahaayeen oo nabi uu guursaday Alayhi salaatu wasalaam aad buu u jeclaa Aaysha bint Abi Bakr radiyallahu anha Hafsa bint Umar ayaa markaa ku xigtay oo uu guursaday nabi uu Alayhi salaatu wasalaam dagaalkii Badr ayuu ninkeedii ku shahiiday marka كذب النبي جورسدي عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر أم سلمة جبرنا ليلا ذو أياتي شناء كحكتي بنت أبي أمية أيات الأورنجري مجا عيد هند الأورنجري أم سلمة وأخويا ذي هذا لكن مجا عيد هند الأورنجري وحي أم سلمة كلمتي أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد والنبي علم أبتي علم إداية هينو إددي بعد شيء ناس نهوي ودنوجينو kunaas bay nuugeen oo walaalay ahaayeen xagga ridaacana walaalay ku ahaayeen marka markuu dhintay nabiga ayaa guursaday calayhi salaatu wasalaam ummu habiba bintu abi sufyaan ramla ayaa magaceeda la oran jiray ayaa ka dambeysay oo ah zawjadii lixaad oo nabiga zawjadkiisa ka mid ah zaynaba bintu jaxshin zaynaba bintu jaxshi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ilma eeda ahaayeen oo eedadiisa dhashay yaa tii toddobaad ee zawjadii toddobaad ee ummahatul mu'miniinkii ka mid ah umayma bint cabdi mudalib baa dhashay wuxuuna nabigu marka hore u guuriyey zayd ibn xaarisa markay kala tageenna oo zayd uu furay nabiga ayaa guursaday biwaxyin min allah waxyi ilaahay xaggiisa ayuu nabigu ku guursaday qaala tacaala falamaa qada zaydun minha wadaran زوجناكها كبرنا مركي زيد أي كلا تجينا علف كودي دم هذي فنكون جور نيبا إلهي يري ووحي من الله أي اللي هو جوري وحي هاي مت كفا أنت أهوانك كلا ونبي عليه سلعة وقف أنت أي هاي ووحي ده جرتي أي أورن جرتي زوج كنا آباء كنا وزوجنا الله من فوق سبع سماوات أذنك وحي إذن جوري أبيالكيني iyo awliyadiini baa idin guurisay anigu ilaahay baa iguuriyay min fawqi sab'i samawaat marka zaynaba bintu jahsh ayaa la oran jiray zaynaba bintu khuzayma ayaa ku xigtay alhilaliya zaynaba bintu khuzayma maymuna bintu alxaris ayaa ku xigtay oo cabdullaahi ibnu cabaas habaryartii ahayd يا خالد بن وليد لغدو هبرير وهيت ميمونة بنت الحارث
جويرية بنت الحارث ايا تيتو بنادا والنبي عليه الصلاة والسلام لو جاد كيسي كاملة تيكو يوتو بنادنا وحي هاي لو قدن بيسي صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، فهي من سبد هارون عليه السلام. صفية بنت حيي ونمنك يعني في بنو نضير الأورنجري ويهودي مدينة دقنايدة مركو النبي هالكا كقبصري أما خيبر ماشي اللي يرادو أيو النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي أو سيد كي مركا ولداس وقاس كودي هاي دلي وحين هاي من ذرية هارون نبي هارون ذرية دي سي أي أحد صفية بنت حيي ونبي وقرس عليه الصلاة والسلام لو جاتك النبي كوية طبان كاسة يا هايين أولاد دي سنة تدولها يا هايين نبي عليه الصلاة والسلام سريات باجري قبل سريات ليرادو أفر يعني قبل هذا سريات أيوه نبي عليه الصلاة والسلام لها مارية الغبدية أم إبراهيم ريحانة القردية قبر ليرادو أن قبر كلا وزينب بنت جحشي ونبي قد زوجتي ساهيد أي أهدي يسي أو أي سي سي هي قصة دحاد أفرتاس أيها ومركة وحيا هايين سريات كي نبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحو كفض لي صفات وناكشن وخلق إيا خلق إيها إلهي كفض لي كان أحسن الناس خلقا ذات كميتك أقوى ناكسن بوها نبي عليه الصلاة والسلام حق أبورك أبيض الوجه بوها حسن الفم عظيم الهامة من عض وقرح بدن بو نبي بوها وجدودا أف واسع أيولها واسع الفم بوها عظيم الهامة مدحي سمد وين يهي بوها سلط الجبين وجه وين أيولها نبي عليه الصلاة والسلام قرح بدن أزج الحاجبين عنده يعني سنوي في سمدي سدا قريهين أيوها يعني وسنوي ككره إن لقان سيئ بعد ما لين سدا سي قرناين عظيم الجبهة ووجه وإن النبي أهدب الأشفار حربها عندها وي بدناين أدعج العينين وإن دمد مدوب النبي وإشد مشي دمدوب أي آدم مدوب مد عدنا وي عدين وقرح بنا أغنى الأنف سنقرر نربولها النبي أسيل الخدين لابد دبان وسيدا أشوان أيو نبي لها كسر اللحية وقروينا نبي عليه الصلاة والسلام يعني قعمه سا وحو أهامد يعني عبل الذراعين ودموينا رحب الكتفين قربه سو واسع بيهايين وقعوينا نبي وقعمه سو يعني كفكي سو مدو وي هايبوها يعني ضخم الكراديس وحبنوا وينا واسع الصدر لابتي سو واسع بيهايين ولم يكن بالطويل ولا بالقصير وحاد ودير نبي موسى نهين ودير الفالح ودير موسى نهين ولا بالقصير من أون قابنين لكن يعني إتال كيسو دحدحات بوها يعني ربعا بوها دحدحات وكان شعره رجلا تمجل عصم بولها وكان حسن الصوت وصوت قرح بنا نبي عليه الصلاة والسلام وكان ضحكه التبسم قصل كيس موساد بوها سيداس اودو لعدين جري وكان مشيه تكفؤا مركو سعونيا صعد قرح بدن او هري هري و سعونيا ايو لها كان اذا التفت التفت بجميع بدنه حدي مال فيرن ايو ماشا كلغي با اودا جيسن جري اسغو سي سعونيا سيدا مال او ما ايغي جرينه ماشا او فيرن ايو ودا قابل جري كانت الرائحه الطيبه صفته مركز تعرف اهل اودو بدن أي نبي كسر أدقيس وإن لم يمص ديبا ديبا يستعبنن أسوى عطر اسمرنن برافون اسمرنن أيو النبي إسك أدقيا ماشو وضده مرا لقرانيا قفكو سلام ولا دريميا ولم يتثاءب قد ولقي نبي عليه الصلاة والسلام يعني مها مانسون مها يعني هلاقة مها مانسي ملهين ولم يعني ونبي عليه الصلاة والسلام ملهين جرن وحن ليرادو يعني همانسيغا ملها انجرين مدى عنجرين ونبقى دا عملهين عليه الصلاة والسلام اخلاق وناكسن بوها يقولها النبي متك دادك اوود دا بيعادة بلن بوها اكمل الناس خلقا متك دادك اوود دا بيعادة وناكسن بوها
هو عقلي بدن بوها النبي عليه الصلاة والسلام محبا للفقراء، فقراء أيو جعل رؤوفا بالناس دتك وأن حريص بدنا لا يغضب إلا لله إلهي درتي أمه عرون جري يعفو ويصفح عمن أذاه قفكي دبه أما يعني كحد قدبه ويسكع عفين جري النبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الخوف من الله عبسيد إلهي باكو بدنيت كان شجاعا قويا بوها دقال كمركة النقطة هي جهاد كان مثل كدتك أوقيت سيسون بوها جوادا كريما مد يقبض بها النبي عليه الصلاة والسلام فصيحا بليغا آدو فصاح بدن وقفل أركب قنعيني يخاطب كل قبيلة باللسانها قل الله أركب يعني قبيلة أركب لقد يدو كلها لجري لقد كالسوية قال النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه أصحابتي سوحي هايين لا يقفون له عند حضوره لأنهم يعلمون منه كراهيته لذلك مركو نبي قوي ما أميس استاج جرين صحابته وصير ذلك بقرر قال له استاجه كله ما ينو استاج جرين ما أوصل أقله النبي عليه الصلاة والسلام إن لو استاجه ما أوصل أقله إلهي بعد دارتي سبحانه وتعالى مخلوق ونبا إلهي كدارتي إلهي بعد فضلي سبحانه وتعالى أن مركو النبي عليه الصلاة والسلام إلهي أكم عمري يسي وإلهي أكم إلي مركو يعني لما استرتينا إلهي بقى أوفسدي سبحانه وتعالى مركي أو سنة كي أودن بي الأورنجري يعني حج يعني وسنة العاشر أيو نبي حجي أدر دارمي حجة الوداع أبو نبي أنتو حجي وسنة كي أودن بي اللقم عابي حجة الوداع يو نبي أدر دارمي دتك أدر دارمي يا صحابة أدر دارمي نبي عليه الصلاة والسلام وحياله وقدر دار مي در دارن كيسي وقدم به وحاكم دها وهو نبي وقدر دار مي صلاة دا هي مسؤولية دا قفك ما ملك وحا اوقعانتا كوها ايو ومسؤول كاللوغة ديجي انو الاليو يو نبي عليه الصلاة والسلام در دارن كيسي وقدم به الصلاة وما ملكت ايمانكم صلاة دا هي وحا اتقعانتا كوها ايسان أيان إذن در دار ما يابو نبي لها عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام مدينة أيو قرنتي مدينة أيا اللغو آسه أن مسجدك نبوي أيو دحدي سكو آسه يهي قرق عائشة أيا اللغو آسه ماشي ونبي قرنتي عليه الصلاة والسلام مركو مرض الموت كي أوقبتي أو حنون صدي guriga Aisha ayaa la geeyay oo zawjadkiisa oo dhanba u ogalaadeen halka ayaa Nabiga Alayhi Salaatu Wasalaam lagu kor joogay markuu dhintayna halkii uu ku dhintay ayaa lagu aasay Nabiga Alayhi Salaatu Wasalaam oo sida Abu Bakar markay saxaabadu ku wareereen oo yiraahdeen isku qabteen xageen Nabiga lagu duugayaa lagu aasaya wuxuu yiri si Abu Bakar anigu waxaan Nabiga ka maqlay Alayhi Salaatu Wasalaam Nabi Ilaahay wuxuu ku yaani oo ku oofsada meeshii lagu aasi lahaa marka meesha uu ku dhintay waa gurigiisa Nabiga Alayhi Salaatu Wasalaam lagu aasay halka ayuu Nabigu ku duugan yahay masjidkiisa Nabiga ahaa ee Madiino ayuu Nabigu ku aasan yahay Alayhi Salaatu Wasalaam Ilaahay Subhaanahu wa Ta'aala ha naga dhigo kuwa Nabiga Alayhi Salaatu Wasalaam siiradiisa raaco anbiyaada aan qisaskoodii wax ka mid ah aan soo qaadanay kitaabka kooban ee qisaska anbiyaada ana ilaahay subhanahu wa ta'ala han ugu anfaco kitaabkaaso yaani anbiyaada qayba ka mid ah qisaskoodii aan ku soo qaadanay abuna aadam laga soo bilaabo abul bashar ka aha ilaa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo khatamun nabiyina ilaahay subhanahu wa ta'ala han ugu anfaco kuwa ku dhaqmo oo sunnada anbiyaada iyo siirada anbiyaada iyo dhaqanka anbiyaada raaca Allah naga dhigo dadka Ilaahay uu doortay ee makhluuqa uu ka doortay oo diintiisa uu u doortay anbiyaada ayay ahaayeen
inta raacdayna waxay ku sharafoobeen, inta kalena waxay ku sharafoobeen iimaanka iyo itibaaca ay ku sharafoobeen inay rumeeyaan ambiyada kuna daydaan oo sunadooda raacaan ayay qiimo ku yeesheen. Kuwa ilaahay uu qiimaha u yeelay oo iimaanka u doortay haddana waafajiyey inay siirada ambiyada wadadooda raacaan oo ay ku daydaan, allaha naga dhigo. kitaabkaas aanu aqrinayna ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka allaha noogu daro, intii dhagaysatay iyo inta dhagaysan doontana ilaahay ha ku anfaco, ilaahayna ha fahamsiiyo cilmiga iyo khayrka ku jirana allaha ku anfaco, allahaynana waafajiyo dhammaanteenbo. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله سبحانه وتعالى أعلم.